اخواني الله يمسيكم بالخير. اليوم في بدنا نحكي عن قانون الاداره المحليه. هذا القانون هو القانون اللي راح تجرى الانتخابات البلديه واللامركزيه القادمه في الصيف القادم وفق احكام وبنود هذا القانون. طبعا هذا القانون قانون جديد وهو بديل لقانون البلديات وقانون اللامركزيه اللي تم اقامه الانتخابات السابقه بناء على بنودهما. يعني اول شغله بدها تصير بقانون الاداره المحليه انه قانون البلديات رقم 41 لعام 2015 وقانون اللامركزية رقم 49 لعام 2015 راح يتم إلغائهم وراح يتم اعتماد هذا القانون الجديد اللي هو قانون الإدارة المحلية. وحتى وزارة البلديات تغير اسمها إلى وزارة الإدارة المحلية. طيب هسا احنا الآن بنحكي عن المسودة اللي طرحتها رئاسة الوزراء على الأخوة النواب بخصوص قانون الإدارة المحلية الجديد والفروقات اللي صارت بينه وما بين القوانين السابقة. أول إشي بدنا نأخذ أول جانب من هاي الجوانب هو الفرق ما بين هذا القانون والقانون البلديات. طبعا في اختلافات طفيفة، يعني بالنسبة لاختلافات القانون الجديد واختلافات قانون البلديات فهي الاختلافات طفيفة جدا. أول هذه الاختلافات بتخص المدير التنفيذي أو شروط المدير التنفيذي اللي بتعين بالبلدية. طبعا هسا كل بلدية بالمملكة فيها موظف اسمه المدير التنفيذي. هذا الموظف مسؤول عن إدارة البلدية، مسؤول عن الأمور الإدارية بالبلدية، مسؤول عن حسن سير الإجراءات الإدارية داخل البلدية. طبعا هذا المدير التنفيذي بتعين تعيين. من شروط تعيينه أولا كانت أنه يكون حاصل على شهادة البكالوريوس أو الشهادة الجامعية الأولى في تخصص الإدارة أو الهندسة أو تخطيط المدن. طبعا هذا الشرط لغوه الآن. الآن يشترط في المدير التنفيذي لأي بلدية أن يكون حاصل على شهادة الهندسة، هندسة صناعية أو هندسة معمارية أو هندسة طرق. ولكن الآن الناس اللي معهم شهادة بالإدارة بطلوا أنهم يحق لهم أنه يكون مدير تنفيذي بالبلدية. وفي بعض الاختلافات الأخرى بشكل المجلس البلدي، أنه حسب القانون السابق، قانون البلديات السابق، كان في مجالس محلية، وهي المجالس المحلية كانوا كل بلدية تقريبا على مستوى المملكة يقسموها لمجالس محلية، كل منطقة فيها أو أحياء فيها يقسموهن لمنطقة يعطوهم مجلس محلي. فهذا المجلس المحلي كان يصير فيه انتخابات، وأعلى واحد بالمجلس المحلي يصير ممثل المجلس المحلي بالمجلس البلدي. هذا الحكي النظام اللي اتبعوه الانتخابات أو قانون البلديات السابق. الحكي هذا التالي رجعت الأمور زي أول، إنه مجلس بلدي وأعضاء يترشحوا واللي بنجح بصير عضو مجلس بلدي. فمفهوم المجالس المحلية التغى الآن بقانون الإدارة المحلية الجديد. إضافة إلى ذلك أضافوا بعض الشروط برؤساء البلديات أو الواجب توفرها في الشخص الراغب بترشح لرئاسة البلدية. أول هذه الشروط أنهم بدأوا يشترطوا الآن الحصول على الشهادة الجامعية الأولى البكالوريوس لأي شخص ينوي الترشح لرئاسة البلدية أو للامركزية. طبعا هذا الحكي يعني بتحس انه في توجه من الدولة او العقل الإداري للدولة انه المناصب الإدارية او المناصب المسؤولة عن العمليات الإدارية بالحجم هذا انه يكون الناس اللي فيها أكاديميين او تكنوقراط. وهذا الحكي تقريبا منطقي، يعني احنا بال 2021 والثورة الرقمية والديجيتاليزيشن، فمن المنطق يعني انه الاكاديميين او الناس التكنوقراط ينعطوا اماكن قياديه بالاداره او اماكن حساسه بالاداره. طبعا هذا الاشتراط اجى لمين؟ بس لبلديات الدرجه الاولى وبلديات الدرجه الثانيه، لانه في تصنيف عندنا بالبلديات بالاردن. في بلديات الدرجه الاولى وهي البلديات مراكز المحافظات مثل اربد والزرقاء والسلط، اللي بتكون بلديه مركز محافظه وعدد السكان فيها اكثر من 100,000. في بلديات الفئة الثانية وهي اللي بيكون عدد السكان فيها أكثر من 50,000 وبتكون بلديات مراكز الألوية. في بلديات الفئة الثالثة، طبعا الفئة الثالثة ما اشترطوا أنه يكون حاصل على شهادة جامعية أولى. طبعا هذه التغييرات. طبعا في راح يتم استحداث في مديرية الأمن العام قسم شرطة اسمه الشرطة البلدية. كيف شرطة البيئة استحدثوها وصارت مسؤولة عن البيئة، كمان بده يصير في شرطة للبلدية تقوم بتنفيذ أحكام أو أعمال البلدية. طيب هسه هذا بالنسبه للبلديات. هسه الان نحكي الاختلافات اللي صارت على قانون اللامركزيه او قانون مجلس المحافظه. طبعا اختلافات كبيره صارت بالشكل والمضمون والصلاحيات.
أول إشي إحنا خلينا نحكي بالنسبة للصلاحيات. الصلاحيات التغييرات اللي غيروها لصلاحيات مجلس المحافظة كلها صلاحيات لفظية فقط. مجلس المحافظة حسب القانون السابق كانت أدواره يعني أدوار إشرافية. القانون الحالي، القانون الجديد يستمر إنه يعطيها أدوار إشرافية. يعني هسا أي واحد بيفتح قانون اللامركزية وبقرأ مهام مجلس المحافظة بلاقي معظمها بتكون إقرار، اقتراح، متابعة بس، يعني أمور مجلس زي مجلس استشاري، زي مجلس بس مشرف على سير الأداء. أما في حين المجلس التنفيذي، فمجلس التنفيذي مهمته هي الإعداد. طبعا خلينا نحكي للناس هسا مثلا أو نشرح مجلس اللامركزية من شو بتكون. مجلس اللامركزية بتكون من مركزين، من مجلسين عفوا، المجلس التنفيذي ومجلس المحافظة. المجلس التنفيذي مين بكونوا هذولا؟ بكون المحافظ ونائب المحافظ والحكام الإداريين بالمحافظة، وبكونوا المدراء ومديري المديريات الموجودة بهذه المحافظة. هذول بسموهم المجلس التنفيذي. فهذول المجلس التنفيذي كلياتهم بتوظفوا بتعينوا بالمجلس التنفيذي بحكم وظائفهم. الآن مجلس المحافظة، هذا المجلس المحافظة اللي بيتم فيه انتخاب. فالآن المجلس التنفيذي اللي حكيناه الأولاني هذا مهمته الإعداد وترتيب الخطط الاستثمارية والخطط الخدمية والخطط المالية، هو اللي بيعد الخطط كلياتها. مجلس المحافظة حسب القانون السابق هو بس بشرف أو بقر أو بقترح أو بتابع هذه الخطط. الآن حسب القانون الجديد ما صار أي تغيير على الصلاحيات. لحد الآن صلاحيات مجلس المحافظة المنتخب لحد الآن تقدر تقول مهمشة، مقزمة، لحد الآن ما إلها دور كبير مثل القانون اللي فات. الآن نيجي على شكل المجلس. طبعا مجلس المحافظة بحسب القانون السابق كيف كان شكله؟ كان تقريبا 85% منهم يكون انتخاب، ويكون ما لا يقل عن نسبة 10% من النساء، وال 15% الباقيين الوزير بينسب لرئيس الوزراء انه يعين مجموعه من الشخصيات، وتكون ممكن تكون شخصيات اعتباريه او شخصيات مجتمعيه، فبالتالي بعينهم. ف 85% كانوا انتخاب و 15% كانوا يكونوا تعيين بتنسيب من قبل الوزير. الان المجلس الجديد، اعضاء مجلس المحافظه صاروا طبعا هذا حسب المسوده، لحد الان المسوده ما اقرت، والمسوده راح ترجع الان يعدلوا فيها مجلس الوزراء حتى انهم يقدموها لمجلس النواب. وأتمنى أن يصير فيها تعديلات كثير خصوصا بالجانب هذا. الآن مجلس المحافظة القادم كيف راح يكون شكله؟ راح يكون مش أكثر من 9 رؤساء بلديات، يعني رئيس البلدية اللي بنجح بالبلدية الموجودة بالمحافظة راح يكون عضو مجلس المحافظة. وبالتالي تقسيم الانتخابات أو الأشخاص اللي راح يصلوا لمجلس المحافظة حسب الانتخاب حسب أنظمة، وهاي الأنظمة بالتالي راح تقلل عدد الأشخاص اللي راح يصلوا لمجلس المحافظة عبر الانتخاب. فبالتالي القانون الجديد يهمش صوت الشعب أو صوت المجتمع المحلي، ويهمش دوره في أنه يشارك بالتنمية أو يشارك بالإدارة المحلية في منطقته. حصر الموضوع كلياته مجموعة من التعيينات، وحصر الأمور وحصر كل الترتيبات بإيد الوزير، وزير الإدارة المحلية، أنه هو يعين أشخاص موجودين أو يعين رؤساء بلديات. فبالتالي دور الشعب أو المجتمع المحلي وبالتالي مجلس المحافظة في عملية الإصلاح الإداري راح يقل بشكل كبير إذا ما أقر هذا القانون بصيغته الحالية. طيب إضافة إلى ذلك أنهم بدوا نسبة النساء بدها تصير 50% حسب القانون الجديد. مجلس المحافظة نسبة النساء يجب أن تكون فيه 50%. طبعا هم الآن رجعوا القانون لإضافة التعديلات. كثير من مجالس المحافظات، معظم مجالس المحافظات اعترضوا عليه، معظم الكتاب، معظم الناس المعنيين بالشأن العام شافوا أنه في انتقاص من حقوق المجتمعات المحلية في تمثيل أنفسها بهاي المجالس. فالآن المطلوب من المسودة الجديدة، وإحنا راح نقرأ المسودة الجديدة لما ينزلوها على مجلس النواب، وراح نناقشها وراح نعمل مقارنة بينها وبين قانون البلديات وقانون اللامركزية زي الحكي اللي بنسويه اليوم. فالآن المطلوب إنك زيادة، أول إشي زيادة صلاحيات مجلس المحافظة، ما يكون مجلس المحافظة مثل مجلس استشاري أو مجلس بس يراقب أو يوافق على القرارات اللي بيعدها المجلس التنفيذي، ويكون هذا الحكي واضح بقانون ومحدد بقانون ويكون صريح، لأنه صار في خلط ما بين الصلاحيات والجهود اللي بيقوم فيها مجالس النواب، لأنه مجالس النواب ومجالس المحافظة، مجالس النواب المجالس النيابية أو البرلمانية هاي مجالس للرقابة وللتشريع،
فصار في تداخل ما بين دورها ودور مجالس المحافظة في تقديم الخدمات والجهود الخدماتية. فالآن يجب تحديد وتقوية صلاحيات مجلس المحافظة إذا أردنا أو إذا كان عقل الدولة الإداري حاب أنه يمشي بالإصلاح السياسي أو التطوير السياسي، الإصلاح الإداري عفوا، أو التطوير الإداري بالدولة، وأنه ينجح فكرة اللامركزية بإدارة الدولة. فالآن يجب تحديد صلاحياتهم وزيادة صلاحياتهم. إضافة إلى ذلك يجب أنه زيادة عدد الأشخاص اللي بيمثلهم الشارع أو بيمثلهم المجتمع المحلي. ما يصير الموضوع كأنه دائرة من الدوائر الحكومية بس تشكلت حوالين نفسها بطريقة معينة ثانية. يعني الآن مجلس المحافظة لما صار 9 منه رؤساء بلديات، طب ليش أقريت قانون مجلس المحافظة؟ خلاص خلي رؤساء البلديات يجتمعوا بوزارة البلديات وخليها وزارة بلديات، لا تسوي إدارة محلية ولا تحط قانون جديد ولا، يعني صار كل القانون ما له داعي بالطريقة هاي. فيجب الآن إذا أردنا أن نمشي بالإصلاح الإداري أنه زيادة صلاحيات مجالس المحافظات وتحديد أدوارها وسن قوانين يكون أدوارها الخدماتية ودورها في أنه إبداء الخدمات وتقديم الخدمات للمجتمعات المحلية اللي أفرزتها يكون دور واضح. هذا بداية. وبالشكل البداية الثانية أنك إذا ما يعني إذا بدك تقنن عددهم أو تقلل عددهم مش بالطريقة هذه. كمان أنت جندريا أنت حولت المجلس من 10% نساء ل 50% نساء، يعني فصار الموضوع هيك انه زي تقليل، في تقليل من كفاءة او محاولة تهميش او تقزيم دور هاي المجالس. احنا الان راح نستنى القانون شكله النهائي اللي راح ينطرح، تمام، وراح نبدي ارائنا لديوان رأي التشريع وراح نعمل حلقات بالنسبة للقانون الجديد، ونتمنى انه الحكي اللي حكيناه انه يصل لاذان صاغية من ناس من صناع القرار او من الاشخاص اللي بيقوموا بسن القوانين عندنا بالاردن. شكرا لكم على متابعتكم.